شركة صينية تكفلت بمهمة اكتشاف أسرع السيارات الكهربائية، فحصت 10 طرازات لمعرفة أيها أسرع في الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر، ولضمان العدالة تم شحنها بنسبة 80% وضبط الإطارات. حلت زيكر 001FR أولاً بتسارع 2.63، تلتها تسلا موديل أس بليد بتسارع 3 ثوان تقريباً، ثم زيكر 007 بتسارع 3.22 ثوان، وبلاس لوتوس التري آر بتسارع 3.5 ثوان، وبفارق ضئيل تلتها أودي آر أس إي ترون جي تي بتسارع 3.31 ثوان، وبورش تايكان تيربو بتسارع 3.56 ثوان، ثم تسلا موديل 3 بيرفورمانس بتسارع 3.70 ثوان. أما نيو إي تي 7 فجاءت بتسارع 3.81 ثوان، ثم أرك فوكس ألفا أس بتسارع 3.91 ثوان، وعاشراً إكس بينج بي 7 بتسارع 4.43 ثوان.